النهارده هنعمل مع بعض شويه شامبو احسن مليون مره من الشامبو اللي انت بتشتريه بره غالي الازازه ب 400 وب 500. شويه شامبو رهيب جدا في ازاله القشره، يطول شعرك بجد، النتيجه بتاعته خرافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي، وحشتوني كتير. اخباركم ايه؟ احلى واجمل امارات على المجره، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وهنا. النهارده زي ما قلت لك هنعمل مع بعض شويه شامبو حلوين قوي. ولو انت اول مره تشوفينا، عايزه اقول لك ان في ملف اسمه ملف تعليم المنظفات. الملف ده احنا عاملين فيه كل وصفات الشامبو، كل وصفات الشاور، كل وصفات الصابون السائل، البرسيل، الصابون الصلب، صابون بريحه، كل حاجات المنظفات لو عايزه تتعلميها هسيبها لك في ملف. الملف ده هتلاقيه امر موجود في اول تعليم، علاوه طبعا عن بقيه الملفات بتاعه القناه. هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم على الفيديو بتاع النهارده. اتكلمنا كتير يا نور عيني في الفترة الأخيرة، هتجيبي بقى الطبق أو الحاجة اللي احنا هنعمل فيها. اتكلمنا كتير في الفترة الأخيرة إن كل الشامبوهات اللي موجودة في السوق أيا كانت غالية بيبقى فيها نسبة صوديوم، فيها نسبة سيليكات، فيها اكسابون، فيها حاجات كتير جدا مضرة للشعر. قلت لك لا حضرتك تشتغلي بشامبو طبي تشتريه من الصيدلية، هتيجي واحدة تقول لي غالي، هقول لك مش غالي. أنا قايلة لك في ملف الصيدلية على كذا نوع شامبو طبي رخيص جدا بحاجة و20 وحاجة و30، فطبعا سعره ممتاز. فحضرتك لو عاوزه اسماء الحاجات الرخيصه من الصيدليه هتلاقي برضو في اول تعليق ملف اسمه الصيدليه، فيه الشامبوهات الرخيصه والكريمات وزيوت الشعر الرخيصه والحاجات المفاصل وحاجات التخسيس وكل ما هو رخيص من الصيدليه هتلاقيه موجود في اول تعليق. لو معرفتيش توصلي للشامبو الطبي زي ما قلتلك، كنت قايله لك على انواع صابون طبيه ورخيصه جدا برضو، زي تعتبر زي بديل للشامبو وبديل للشاور، برضو هتلاقيهم في ملف الصيدليه. طيب يا رشا، انا دلوقتي قدام امر واقع، انا يا ستي مش عندي الشامبو الطبي اللي هو موجود في الصيدليات، وبرده ما عملتش الشامبو الطبيعي اللي انت عاملاه في القناه. طبعا احنا هنا عاملين في القناه ما شاء الله حاجات قمر، وعاملين شامبو جونسون مع بعض، وعاملين شامبو جوز الهند، وعاملين شامبو القشره، وعملنا شامبو الباميه، وعملنا شامبوهات تحفه جدا كلها رهيبه للشعر. انا ما عملتش ده، انا بقى هجيب بشتري شامبو من العادي. اكياس الشامبو دي بجيبها في عبوات مثلا او بشتريها كده على وضعها. هقول لك ازاي حرفيا تحوليها لاقوى شامبو موجود على المجره، والله زي ما بقول لك كده حرفيا، وخصوصا الناس اللي بتعاني من قشره. قلت لك القشره اوعي عمرك تستهوني بيها، قشره يعني انا بسد بصيلات الشعر، قشره يعني انا بمنع الغذاء عن الشعر، فبالتالي هيتساقط وهينشف وهيتقصف وهيهيش وكل بيدمر الشعر حرفيا. فالقشره اوعي عمرك تستهوني بمشكله القشره. كنت علمتك حاجه من فتره، قلت لك ايه؟ لما تيجي تستخدمي ده، مش الشاي يا جماعه، ده هقول لك هو ايه. لما تيجي تستخدمي شامبو خطر قوي انك انت تستخدميه مباشره كده على الشعر، يعني ما ينفعش افتح ازازه الشامبو او كيس الشامبو وافضيه على ايدي واحطه على شعري. الحركه دي كفيله للناس اللي بتقول احنا عندنا تساقط، شعرنا بيقع، ولادنا شعرهم وقع، عليكي وعلى الحركه دي تشوفيكي بتعمليها ولا لا. مفيش حاجه اسمها شامبو اللي ملان صوديوم ولان تكسابون وملان سيليكات وملان بلاوي احطه مباشره على فروه الراس، بيحرق فروه الراس بمعنى اصح وبيخلي الشعر يتساقط. امال اعمل ايه؟ قال لك خففيه بميه، خدي المعلقه كده حطيها على كوبايه ميه عشان ما تنزلهوش كده مباشره على الشعر. وده اللي احنا هنعمله النهارده، بس هنعمله بشكل اشيك شويه. يعني ايه يا رشا؟ زي مثلا انا داخله دلوقتي اخد الشاور بتاعي، تمام، هتجيبي ازازه الشامبو بتاعك تمام، او هتجيبي اكياس زي كده، بفرض بقى انا شعري صغير هاخد كيس، شعر طويل هاخد كيسين على حسب ما هياخد. ثواني افتحه. شفتي موف جامد ازاي؟ تمام. عايزه اقول لك ان ده شامبو، عشان لو حد بس سأل، ده يا قلبي اللي في ايدي ده شامبو سانسيلك بزيت الارجان، ده لطيف او برضو من الشامبوهات الحلوه، بس برضو عشان نبقى في مصداقيه، كل الشامبوهات مش لطيفه، كل اللي في السوق مش حلو. فضي بقى كيس كيسين زي ما انت عاوزه بس عشان وقت الحلقه. فبقول لك انك انت بتحطي ميه، معلقه الشامبو عليها كوبايه من الميه. انا مش عايزه احط ميه، ده انا عاوزه احط حاجه تانية لو انا استخدمتها تبقى رهيبه معايا في القشره، تفتح لي كده بصيلات الشعر، لو حتى حبه سيرم حتى كريم بمعنى اصح تخلي لي كده الشعر يتنفس، الا وهو اللي في الكوبايه اللي هنا ده. ايه يا رشا ده؟ ده يا نور عيني نعناع. جبت كام فرع كده زي ما انت هتشوفي، حتى ما رضيتش اصفيه، قلت عشان تشوفي معايا. بصي اهو كام فرع اهو من النعناع الاخضر تمام، وحطيته يغلي حتى يستغيث، وتغطي عليه طبعا، شايفه لونه بقى عامل ازاي اصلا اهو، كام فرع نعناع وحطيته يغلي. هاخده بقى الميه دي احطها هنا كده، اوبا تمام. استني ننشف وارجع لك تاني.
عشان ما نليطش، ننضف اول باول ورانا. الناس اللي لسه ما عملوش، هنقلب بقى معلقه اللب. لا ده لسه فيه ورق والله نعناعوي اهو، استنى نشيله. انا ما رضيتش ان جيتي الحق اصفيه بالمصفى، قلت عشان انتوا تشوفوه. استني، لا ده ورق نعناع. اه لا استني، في ورقه نعناع، ايوه هي دي. وفي الشامبو من تحت مدي شكل نعناع. هنقلب بقى كده قوي جدا. تمام، طبعا الشامبو عشان غامق لونه زي موف غامق، فمديك اللون الغامق ده. تمام تمام يا روحي. نفتح الكيس التاني نحطه عليه. ثانية واحدة، النهاردة هنعمل قواعد المجد حرفيا. اصبري عليا بس عشان يزيد معانا غمقان على غمقاننا. اهو تمام. طبعا انت لو شعرك صغير كفايه عليكي كيس واحد، يعني شعرك تقيل او طويل حطي كتير. تمام ماشي، يلا بقى عشان ايه وقت الفيديو. حلو كده، هنقلب برضو يغمق اكتر واكتر. طيب ميه النعناع اللي احنا حطيناها كفيله انك انت لو عندك قشره هتشيلها لك، بلس ان هي كفيله انك انت تفتح لك بصيلات الشعر، كفيله ان تخلي شعرك حرفيا منعش. النعناع او زيت النعناع اتكلمنا عنهم ان من الحاجات الحلوه جدا للشعر ولترطيب الشعر، وبيدي لشعرك لمعه وبيغذي بصيلات الشعر، لان كل ما هو ميه يعني كل ما هو اعشاب ايا كانت ايه هي بتغذي الشعر. تمام كده تمام كده. لا يا رشا، ده انا عندي قشره قويه جدا وانت عماله تقولي ده القشره بتسد بصيلات الشعر، ده القشره بتدمر الشعر. فوالنبي اوصلي لي الليفل الوحش حرفيا. هوصلك بليفل الوحش يا نور عيني، يبقى عاوزه معلقه من الملح. وكنت حكي لك قبل كده ان وصفه الملح دي للمصداقيه مش وصفتي، كانت دكتوره سالي فؤاد كانت مستضيفه يعني دكتوره. تمام، فكانت ثواني اخد معلقه من الملح. فكانت في الفيديو متكلمه عن الملح، حلو جدا وموت للقشره وبينضف بصيلات الشعر وحاجات كده لبلبله كتيره، وعملت عنه فيديو مخصوص وقلت لكم ساعتها ما طلعتش الا لما استخدمته، وكانت فعلا نتيجته هايله جدا. فلو حضرتك عندك قشره في شعرك والناس جربوه، لو رجعت للفيديو ده هتلاقي تحت في التعليقات كله بيقول لك رشا نتيجه مذهله، القشره راحت حرفيا من اول مره. والله العظيم يعني ارجعي للفيديو شوفي التعليقات اللي عليه. تمام، فمعلقه من الملح كفيله هنا حضرتك ان تنضف لك فروه الراس، زي مطهر كمان لفروه الراس. يعني مثلا الناس اللي بتقول احنا راسنا فيه فطريات او راسنا مثلا بنهرش او كده او الكلام ده، حطي معلقه من الملح تشيل الالتهابات اللي في فروه الراس. ملح تاني يا جماعه، الملح مش بيهيج، لان في ناس عندها احتقان. كل مره هطلع لكم بملح، كل ما اطلع لكم بملح لازم اقول الكلمتين دول. في ناس على المجره كتيره مقتنعه ان الملح هيهيج، لو حطيته على وصفه الرجل هيهيج، او لو حطيته على شعري هيهيج وهقعد اهرش مثلا زي في شعري اطلاقا. قلت لك الملح بنعمله مضمضه، الملح في ناس بتتشطب بيه كتشطيف مهبلي، الملح في ناس بتتمضمض بيه لما تكون خلع اسنانها او ضروسها. فحضرتك ده بيشيل الالتهابات، فلو انت عندك التهابات في فروه الراس او كده ما تخافيش، فاهم عليا؟ مش اللي انا لا ملح هيهيج لي الدنيا والكلام ده. تمام، هتحطي معلقه من الملح هتشيل معاكي القشره، بلس ان هو ايه مطهر كده لفروه الراس. حلو كده، طبعا حلو جدا ممتاز. ايه تاني؟ انا كده حلو يعني، هو كده عشان نكون ما نبخس الناس اشيائها كده، الوصفة قنبلة للشعر. ضفت شوية اللي هي المية بتاعت النعناع فهتشيل معايا القشرة وغذاء، وضفت الملح فهيزيد معايا هيشيل معايا برضو القشرة. لا يا رشا، ده انا عندي قشرة كتير جدا والدنيا خربانة، وبصي انا جيت الحق عايز اخرج من الشاور اللي انا هاخده ده، حرفيا ما عنديش قشره، مش عايزه اكررها تاني. اطلعي برضو الليفل الوحش معايا اكتر من كده، اطلع معاكي الليفل الوحش اكتر من كده. وبالمناسبه الليفل الوحش ده ملف موجود عندنا على القناه، في اقوى شامبو، اقوى صابون سايل، اقوى برسيل، اقوى حاجه للتخسيس، اقوى حاجه للشعر. الملف ده قمر قوي، هتلاقيه في اول تعليق، ابقي بص عليه. بص حضرتك عاوزه شويه من خل التفاح. خل التفاح من الحاجات الرهيبه اللي بتشيل القشره، بلس ان حلو برضو بيطهر فروه الراس، بلس ان هو بيفتح لي كده بصيلات الشعر. لو هتحطي سيرم او كريم تشربه وحاجه كده امر. لو زنقت معاكي يا نور عيني وما عندكيش خل تفاح، ممكن تحطي معلقه من الخل العادي، بس طبعا الاولويه لخل التفاح في كل حاجه. تمام، هاخد منه كده مثلا في حدود، هاتي ناخد معلقه اهو. تمام، هنحط بقى كده معلقه هنا وكده قشطه جدا. والله 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 انت عامله شويه خلطه احلى من ازازه الشامبو اللي بتروحي تشتريها ب 400 و 500 جنيه، والله ما هتكون بالكفاءه دي زي ما حكيت لك قبل كده. لو بص كده بعينك، عينك ميزانك، بص على المكونات وشوفي احنا حاطين ايه. حرفيا
لو بتاخدي كده هو بس عشان لونه موف مديكي الايحاء ان هو اسود، لكن هو قمر. انت بقى استخدميه على شامبو لونه بينك او حاجه ابيض مش مشكله، بس مالكيش دعوه باللون دلوقتي، احنا مش في اللون. بص على المكونات بتاعته كده، معاكي قمر قوي. تخيلي بقى ان انت واخده الطبق ده كده وداخله تاخدي الشاور بتاعك وبتغسلي شعرك بيه. صدقيني حرفيا بفتح بصيلات الشعر، شعري حرفيا بيتنفس. ان جيت خرجت وحطيت شويه زيت او شويه سيرم على شعري هتلاقي بصيلات الشعر كده حرفيا بتتنفس وبتشربها. تمام كده يا نور عيني. اعمل الوصفه دي قد ايه تعمليها يا نور عيني؟ مره في الاسبوع كفايه قوي، مش بقى كل يوم عمال على بطال. لا ده رشا قالت الوصفه دي تحفه وشعري هيتنفس، فيلا. لا يا نور عيني، عشان كتر الخل مش لطيف على الشعر. حضرتك مره كل اسبوع ومش هتحتاجي كمان، يعني بقول لك من اول مره والله العظيم بتاعه الملح دي الناس قالوا لي شالت القشره، وانا عن تجربه شخصيه برضو كانت رهيبه معايا. فحضرتك هتيجي مره كل اسبوع تعملي الخلطه دي، سواء عندك قشره او ما عندكيش. لزوم صنفره لبصيلات الشعر، لزوم ان انا بفتح بصيلات الشعر. في ناس بتقعد بكام يوم ما بتغسلش شعرها، في ناس بيبقى شعرها زي دهن كده بينزل زيت، في ناس بتحط فازلين وناس بتحط كريمات تقيله بتحسيها كده سدت معايا بصيلات الشعر. فانت محتاجه وصفه زي صنفره كده او حاجه قاهر كده قوي يشل كل ده ويخلي شعرك نضيف كده وحرفيا مغسول. جربي الوصفه وهتعجبك جدا. الناس اللي لسه ما عملتش لايك الا هذه اللحظه قلبي وربي غضبانين غضبانين عليكي، لان انا منحوره اهو والجو حر هنا جدا والتكييف مش عامل اي حاجه. فبليز لايكات كتير يا جماعه وتعليقات، فبليز لايك وتعليقات كتير بالله عليكي يا قمر. واللي نفسها في وصفه تكتب لي، وضروري تشوفوا اول تعليق عليه حاجات هتعجبكم جدا. اسموا الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.